اهلا بكم من جديد. امبارح خرج المتسابقون من السباق واحد تلو الاخر بعد ان صالوا وجالوا داخل الحلبه وواصلوا الرحله ووصلوا الى مراحل متقدمه، لكن تعثرت بهم الخطوط ورجعوا ادراجهم، عشان كده حيدخلوا متسابقين جدد. رحبوا معنا بعادل ابراهيم احمد. عادل ابراهيم احمد عبد الرحمن 57 عاما، اتمنى التوفيق والوصول الى الاستوديو. وميسون عبد الله الامين. ميسون عبد الله الامين، بقرا جامعه الخرطوم كليه الاثار. لو فزت بالمسابقه حساعد بها اختي في علاجها، بسكن ام درمان الثوره. ورحبوا معنا بصبري محمد احمد. اهلا وسهلا، تفضل. صبري محمد احمد محمد علي، العمر 50 سنة، موظف، اسكن بحري حلة خوجلي. هذه اول مرة اشارك في هذه المسابقة، واتمنى افوز بالجائزة الكلية لهذه المسابقة، وان شاء الله تكون في مشاريع خدمية لصالح هذا المجتمع. ومتوكل محمد الفكي. متوكل محمد الفكي، المهنة جيولوجي. سمعت بالمسابقة من السنة اللي فاتت لكن جيت متأخر، جيت يوم 19 رمضان ولقيت العدد المختار اكتمل يعني. اهلا بكم. إذن وإذن على البص. والسؤال السرعة سؤال بسيط، ما هي عاصمة العراق؟ صبري بغداد. بغداد، الجواب صح، تفضلوا. وصبري أخيرا يدخل بعد محاولات متعثرة، خلينا من كلمة فاشلة، أنت مقبل على رحلة وإن شاء الله بعد التعثر يكون في نجاح وتحليق وطيران. كيف حالك صبري؟ صبري وصبرت الحمد لله. طيب ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. أي والله. إن شاء الله تأدي أداء جيد إن شاء الله وتنطلق. أخذت تمارين كويسة؟ أيوة. من خلال القعدة؟ أيوة. وعرفت وين الأسئلة الصعبة، وين تمشي وين تجي، كل الأمور عندك طيبة؟ إن شاء الله. نشوف السؤال الأول اللي من خلاله بتختار رقم المقعد. السؤال بيقول ساعة بيج بن في باريس صح أم خطأ؟ خطأ. الجواب صح، بيج بن أكيد الساعة الأشهر في العالم في لندن. السؤال الثاني خطأ أم صح؟ صبري. سؤال الكبكبة من البقوليات صح أم خطأ؟ صح. صح، جواب صح. ليه خلعت بس؟ الكبكبة اليومين ذي الموجود حاضر بقوة لكن في غالي. رمضان. نعم لكن غالي مش كده؟ عشان غالي عشان كده خلعته. ما مشكلة، أنت أمشي لقدام بيبقى عندك رخيص. أصلينا كده لخمسة وثلاثينات، خمسينات، ثمانية وعشرينات، الأمور تمشي إن شاء الله. السؤال الثالث من أربع خيارات بيركبك الطيارة على طول. السؤال من هو قائد المسلمين في معركة القادسية؟ زبير بن العوام، أبو عبيدة بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، خالد بن الوليد. صعب شوية ولا مربك السؤال؟ الله إذا صعب يا أخي. صعب كمان؟ لكن أفتكر خالد بن الوليد. وحظه كده، هو سؤال ما سهل بالشكل الكامل يعني في خيارات هذه المرحلة. أكيد أبو عبيدة. ما تثبت أنت؟ أبو عبيدة بن الجراح. نحن في البداية بدي أوديك برا الملعب، تكون صبرك ضاع، ضاع صبري. طيب أها قادسية. ماشي على وين انت؟ زبير بن العوام.
سعد بن ابو وقاص افتكر كذا. ثبت سعد. الجواب صح. تختار رقم المقعد كم؟ 15. 15. صبري احنا في الطياره ماشي اديس اديس يا 4000 جنيه. مقعد 15. عندك خيارات حسب اجابتين في المرحله دي وثلاثه اسئله ونشوف السؤال الاول في المرحله دي. يلا يا صبري، ما هو الفريق الذي كان يمثل الضلع الثالث في مثلث القمه الهلال والمريخ؟ الهلال الابيض، المورده، الخرطوم ثلاثه سابقا، الاهلي الخرطوم. المورده. الجواب صح. المورده كان الضلع المثلث. السؤال الثاني، خرطوم لأديس، من هو صاحب شخصية عمك تنجو؟ شرحبيل أحمد، جحا، إدمون منير، عوض ساتي. مبتدع ومبتكر هذه الشخصية، شخصية عمك تنجو، مجلة الصبيان. هي بين شرحبيل أحمد وإدمون منير. بين شرحبيل وإدمون. افتكر شرحبيل. عندك وسائل مساعدة وتفتكر شرحبيل، متأكد أضغط على شرحبيل نمشي معاك طوالي يا صبري. ضغطته اخترته، ما داير وسائل مساعدة رغم إنك ما متأكد، يمكن إدمون، بس هو شرحبيل. الجواب صح. آخر سؤال بنزلك في أديس ب4000 جنيه، ما زالت وسيلة المساعدة موجودة عندك. نشوف السؤال الثالث في المرحلة الأولى. خرطوم أديس ابن مؤسس طريقة صوفية يعد ضريحه أحد معالم مدينة كسلة. أحمد المرغني، علي المرغني، محمد عثمان، الحسن أبو جلابية. هذا سؤال متقارب، الإجابات متقاربة. ابن مؤسس طريقة صوفية يعد ضريحه أحد معالم مدينة كسل. علي المرغني افتكر. عندك وسائل مساعدة لا زالت قائمة تستخدمها؟ الوسائل المساعدة هي حذف إجابتين. حذف إجابتين أيوة ممكن. حذف إجابتين، نحذف إجابتين لصبري. محمد عثمان. تسأل أنت ولا بتجاوب؟ افتكر بين حدد بشكل كويس، لو ضغطت بنعتمد إجابتك على طول. صبري، وإنت صبرت فكر شوية شوف الإجابة الصحيحة ونحن معك. الحسن أبو جلابية افتكر. مشيت للحسن أبو جلابية، يمكن تاني ترجع محمد عثمان ما معروف. لكن الأقرب اختار. الأقرب الحسن أبو جلابية افتكر. الحسن أبو جلابية افتكر هو الأقرب. أنت وخيارات. أرجع لمحمد عثمان افتكر. ترجع تاني. ترجع لمحمد عثمان. شوف الحياة التردد فيها ما كويس. ايه عموما كقاعدة عامة. صح. ده كل اللي بقدر اقوله لك. انت مشيت محمد عثمان، جيت الحسن ابو جلابية، رجعت محمد عثمان ثاني، حتمشي مع شوية الحسن ابو جلابية. ما تتردد. ده الكلام اللي بقدر اقوله لك. دي مساعدتي لك. التردد يضيع الفرص. ماشي وين؟ نهائيا. امشي الحسن ابو جلابية. امشي الحسن ابو جلابية. تديني اجابة اخيرة. ما تعاين لي، ما حتلقى عندي حاجة. لا أنا بس هنا يعني. أديتك الفئة النصيبة أنا. لو فكرت فيها بتمشي كويس، بس. صبري. تمشي وين؟ محمد عثمان. صبري. محمد عثمان، الحسن أبو جلابية، محمد عثمان، الحسن أبو جلابية، محمد عثمان، الحسن أبو جلابية، محمد عثمان. أنا كلمتك قلت لك التردد
يضيع الفرص. اتذكر اللحظه اللي قلت لك فيها التردد يضيع الفرص دي 200 بتجاوب صح. تاني ما بقدر اساعدك اكثر من كده. تمشي وين يا صبري؟ ثلاثة يوم انت معانا هنا تحاول في البصة. طيب طيب يا اخي اطلعك من اديس؟ عشان كده ما تطلعني من اديس. ما اطلعك من اديس، تمشي وين؟ عشان ما اطلعك. مشي محمد عثمان. ما تثبت ما لم تكن متاكد، انا كلمتك. انا خلاص انا اثبت في الحسن والقلابي. يا اخوان نطلع احنا والله نطلع فاصل بطارية. والله على شرفك نطلع فاصل عديل رسمي. لانه نحن هسه واقفين خمسة دقائق في الشخصيتين ديل. شوف يا صبري عشان نكون واضحين نهائيا. بس انا يعني تعاطفت معك جدا لانك ثلاثة يوم معانا موجود. وما دارك تطلع من اديس ودي مرحلة أولى. بس أنت متردد جدا. اديني الإجابة الأخيرة مش ما تديني ليها. اضغط على الإجابة اللي أنت عاوزها. ده بعد كده حظك انت اصلا احنا ما بنتدخل فيه. حظك الخالص، تمشي وين؟ كده قبل ما تضغط. مشي محمد عثمان. تمشي لمحمد عثمان. تمشي لمحمد عثمان. ثبت في البريح. داخل كلام بقول لك. ثبت في البريح. يلا يا صبري لأنه الحلقة بعد كيف نديك زمن. ثبت في البريح. التردد يضيع الفرص. محمد عثمان. ها؟ محمد عثمان هو الأقرب بالنسبة لي. هو الأقرب. محمد عثمان هو الأقرب. لكن حامشي للحسن وجلابية. رغم انه هو الاقرب. اها رغم انه ذا الاقرب حتمشي للحسن وجلابية. ثبت عشان نحن خل زمننا انتهى. الحسن وجلابية جواب صح. يا صبري والله صورنا معك صبر لا يعلم به الا الله. ان شاء الله الجاي اسهل. لا 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 صبري مازال تمشي كده. لك تمشي ان شاء الله اللي قدامي تمشي اسهل. الله يكسلك كلها تكون وقفت. طيب الجواب صح. طيب نشوف السؤال. انت الان بجلابيه في اديس ب 4000 جنيه ماشي على تونس. تونس فيها 6000 جنيه ما فيها بجلابيه. فيها محمد عثمان. فيها محمد عثمان. عندك استبدال سؤال، نشوف السؤال. تتكون الأنصار يتكون من قبيلتين، إحداهما الأوس، ما القبيلة الثانية؟ بنو قريظة، ربيعة، الخزرج، قريش. الخزرج. أدينا الإجابة. الخزرج يا جواب صح. صبري ماشيين على تونس 6000 جنيه. نشوف السؤال الثاني في المرحله الثانيه. السؤال: قائد منتخب الارجنتين الحالي هو ليونيل ميسي، خافير ماسكيرانو، انخيل دي ماريا، سيرجيو اوغيريو. ليونيل ميسي. ليونيل ميسي الجواب صح. آخر سؤال بنزلك في مطار تونس. صبري 6000 تنزل في تونس لو جاوبت على السؤال ده. لازم تحتفظ بوسيلة مساعدة. استبدال سؤال بالكامل. نشوف السؤال. أنت وحظك. لا تزال آثار قصره المكون من 365 غرفة كائنة في مدينة سواكن. من هو؟ قصر عبود، قصر الكابلي، قصر محمد بك راسخ، قصر الشناوي. قصر عبود والكابل ديل مستبعدين.
محمد بك راسخ وقصر الشناوي. قصر الشناوي. قصر الشناوي حددت كده؟ طيب السؤال ده إذا صح بنزلك تونس بستة ألف دون استخدام أي وسائل مساعدة. تثبت نديك الإجابة. يلا يا صديقي. محمد بك الله يرحمه. محمد بك أقرب يا أخي. عنده منطقة سرية تركية. محمد بك ده اسم تركي. محمد بك راسخ. الشناوي رجعت لمحمد بك راسخ. ليه رجعت لمحمد بك؟ لأنه تركي شكله اسمه تركي. اسم تركي. الشناوي ده ما تركي. لو دي يعني أنا ما بتدخل في إجابتك لكن يعني بفكر معاك برضو في وعندك وسيلة استبدال السؤال كله وعندك تمشي مع الإجابة الصح. الاستبدال ما مضمون في كثير من الأحيان بيجي أصعب بيجي أصعب مرات مرات يجي أسهل أنت وحظك لكن المضمون ده قدامك الآن هم بين الشناوي ومحمد بكر بين الشناوي ومحمد بكر راسخ تعال رجعنا للجلابية رجعنا شوف الزمن الشناوي يكون افتكر ممكن يكون الشناوي الشناوي يثبته هاي ملص انت وخياراتك يا صبري بس ادينا الإجابة طيب استبدل السؤال استبدل السؤال نحن حنستبدل له سؤال الشناوي صاحب المناسبة عشان تكون لا خلاص صبري وين تاني خلاص الشناوي صح. أنا قبل كلمتك قلت لك ما تتردد أنت مشيت الشناوي ده جيته من البداية مشيت تاني لمحمد بك راسخ رجعت للشناوي صح حنستبدل السؤال أنت وحظك إن شاء الله سؤال أسهل ما معروف الكمبيوتر يدينا سؤال صبري البديل السؤال أغنية أنا سوداني أنا من كلمات الشاعر محمد عثمان عبد الرحيم من تغنى بها حسن خليفة العبراوي إبراهيم عوض سيد خليفة عثمان الشفيع عبد الراوي والله العبراوي حلاك جواب صح الجواب صح بنزلك السؤال في تونس بستة ألف جنيه الشناوي أبعدك نزلك العبراوي حظك كويس عبراوي وتبلدنا اذا ماشيين احنا من تونس للدار البيضاء الدار البيضاء فيها 10000 جنيه وسيله المساعده هو هذا الجمهور تستعين به يساعدك في الوصول للاجابه ان شاء الله والجمهور مبسوط منك وما مبسوط لانه يعني ترددك لا انا مبسوط كده مبسوطين منه الراجل صح طيب اذا مبسوطين منك بدوك النجيضه طيب خلونا نشوف السؤال الأول في المرحلة الثانية من تونس الثالثة من تونس للدار البيضاء السؤال بيقول الألعاب الأولمبية للعام 2020 في أي مدينة ستقام طوكيو لوس أنجلوس سيدني باريس طوكيو افتكر طوكيو هي بين طوكيو ولوس انجلوس واحدة من المدينتين دي بيني وبينك والأيام بين بين لكن لوس انجلوس ممكن تكون أقرب بين انت قلت بين طوكيو ولوس انجلوس
ثاني مشيت لبين؟ لا يعني اقرب 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 الاثنين. ايوه طيب انت بتقول شنو؟ ما متاكد. لوس انجلوس. انت بتقول لوس انجلوس. وعندك جمهور. متاكد لوس انجلوس؟ تمشي لوس انجلوس. ما متاكد. عندك شك. عندك وسيله مساعده. طيب نلجا للجمهور. نلجا للجمهور. الجمهور نصوت لاخونا صبري وضاع صبري. طوكيو الإجابة الأولى، لوس أنجلوس الإجابة الثانية، سيدني الإجابة الثالثة، باريس الإجابة الرابعة. الألعاب الأولمبية 2020 في أي مدينة ستقام؟ نبدأ تصويت 30 ثانية. انتهى زمن التصويت. انت كنت ماشي على لوس انجلوس وشاكي في طوكيو. نشوف الجمهور مشى على وين، وعلى ضوءه ممكن تكون فكره وتحدد اتجاهاتك. انت ماشي على الدار البيضاء فيها 10,000 جنيه، منطلق من تونس اللي كانت ب 6,000 جنيه، والجمهور اداك 34 للاجابه الثانيه لوس انجلوس، الاجابه الثالثه سيدني اداك 20%، اداك باريس 22%، 24% للاجابه الاولى طوكيو. ده الجمهور. صبري في امكانك ما تاخذ براي الجمهور. طبعا المدى يترجع عليك انت. وفي امكانك تاخذ براي الجمهور وتمشي معاه برضه هترجع عليك. وما عندك حل ثاني غير اللي قلته لك انا ده. لكن الجمهور ما اظن يخطي. لوس انجلوس الجمهور لا يخزل. ولوس انجلوس. لوس انجلوس. انت خياراتك بس بعد كده تثبت. نحن نشوف الاجابه. انا اثبت على لوس انجلوس. طيب ثبت على لوس انجلوس. ما جاتنا التثبيت. ما ظهر عندك؟ لوس انجلوس الالعاب الاولمبيه 2020. نمشي نحن فاصل ونرجع نشوف الالعاب الاولمبيه 2020 حتقام في طوكيو ولا لوس انجلوس ولا سيدني ولا باريس. هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. قبل الفاصل سألنا صبري عن المدينة التي ستقام بها الألعاب الأولمبية 2020. كنا بين باريس، طوكيو، لوس أنجلوس وسيدني. صبري طلب مساعدة الجمهور. الجمهور وداه لوس أنجلوس بنسب أكبر، لكن المحطة الصحيحة كانت طوكيو. والألعاب الأولمبية 2020 ستقام في طوكيو في اليابان شهر 7 لحد 9 أغسطس من العام 2020. ويا صبري كسبنا مشاركتك. مشاركة. وضاع صبري. لكن أبدا ما ضاع صبري. نحن بالعكس مشينا معك مشوار طيب. وحترجع محطتين للأسف الشديد لألف جنيه. لكن كسبنا شوفتك. حيو صبري. وأكيد الجمهور ما قاصر. يعني دي كده بالفنية النسب تقاربت. لأن السؤال صعب. السؤال صعب؟ طيب خلوني استبدل السؤال يا أخوان. شكرا جزيلا يا صبري. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام